بصبح عليكم مشاهدينا في كل مكان، وخلونا نستعرض مع حضراتكم الجولة المرورية ونبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي. عاوزة أبدأ مع حضراتكم من محافظة القاهرة، ولو بدأنا مثلا من ميدان التحرير هنلاحظ وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة وفي شوارع تانية فيها سيولة مرورية. وفي الكورنيش هنلاقي سيولة مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في سيولة مرورية. أما كوبري أكتوبر هنلاقي هناك كثافات مرورية متقطعة واصلة لحد غمرة، أما اللي مكمل في اتجاه العباسية هنلاقي هناك سيولة مرورية. في كثافات تانية في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر، ونفس الموضوع للمتجه من ميدان التحرير ورايح لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة، لكن في كثافات ظهرت متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري. دلوقتي هنروح لمحافظة الجيزة وبالتحديد من شارع ترسا اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية، وده طبعا بسبب غلق شارع الهرم في الاتجاهين. كمان بتظهر كثافات تانية متحركة في شارع السودان ومكملة لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت في كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. اللي جاية من دائري المنيب وفي اتجاهه لميدان لبنان أو المهندسين يفضل أنه ياخد طريق الفريق كمال عامر، وده بسبب السيولة المرورية اللي خلقها المحور. ولو رحنا لشارع فيصل بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية. كمان بيشهد الطريق الدائري كثافات متحركة عند نزلة شارع البحر الأعظم وصولا لمنطقة الدقي وحتى ميدان الجلاء. بعض الكثافات أعلى دائري المريوطية المتجه من الصحراوي ومكمل لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. تعالوا نروح لمحافظة الأليوبية، ولو أنت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية مثلا وبتستخدم الطريق الإقليمي يفضل أنك تاخد طريق شبرا بنها الحر علشان مفيش هناك أي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. لو طريق كمان منطقة شرق القاهرة أو لو قادم من داخل المحافظة، القادم بقى من الزراعي بتظهر هناك كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن أصبحت أقل من المعتاد. بيشهد كمان الطريق الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية مرورية لحركة سير السيارات، وده لسحب أي كثافات مرورية ممكن تظهر على الطريق لمنع أي ظهور زحام مروري للمركبات. كمان انتظمت حركة سير السيارات في الطريق الزراعي أمام اللي جاي من مدينة بنها وفي طريقه لميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، لكن نخلي بالنا كوبري قاها عليه بعض الكثافات وده بسبب أعمال الصيانة اللي بيشهدها الكوبري في الوقت الحالي. كمان انتظمت حركة سير السيارات بطول كورنيش النيل في منطقة المظلات ومكملة لحد ميدان عبد المنعم رياض وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد بورسعيد، هناك سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات نتيجة معتادة في ساعات الذروة الصباحية، زي طبعا شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبتدي تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. وهنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية. من طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية ومكملة لحد آخر الشارع.